لمحه بروي على الارض، هاتو خد جميله، تعدي ريكاردو، العرضيه قويه واللمس والهدف جول. الهدف الاول، الضربه الاولى، اللدغه الاولى في اللقاء، ضربه وهدف اول في المباراه. قلت لكم مشاهدينا الجبهه اليسرى والنجم الكبير ريكاردو رودريجيز هيكون له دور كبير في اداء رائع جدا لاي سي ميلان، والجبهه اليسرى هتكون هي جبهه خطيره، هي جبهه رهيبه، هي جبهه قويه مع اي سي ميلان. العرضيه الساحره والمتابعه الجميله جدا على طول، متابعه ممتازه بكل تاكيد، هذه العاده، اللمسه والعرضيه الساحره والمتابعه على طول والتصويب القوية بقدم اللاعب الايفواري على طول فرانكي كيسييه يسجل مشاهدينا هدف التقدم في المباراة مع دخولنا تقريبا على اول ربع ساعة من زمن الشوط الاول. ادي المتابعة، ادي المتابعة والتصويبة بقدم الميلان، مخالفة وعلى طول العرضية بقدم ريكاردو عالية فوق، خطير رسم الهدف جول. الهدف الثاني، عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني، مش ممكن، مش معقول، مش ممكن هذا الكلام. باصه غير جيده قطعوها جابوه لانيونج الخطير السريع، اللمسه المهاره غير، عدى فات نيونج اماميه، منتهى الخطوره، خطيره الهجمه لاي سي ميلان، استلام من نيونج على الشمال روعه، بونافنتورا والهدف. الله 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 الله، دي مش كوره، دي مزيكا. خطير على اليمين، انطلاقه من جوميز مع الكوره، المهاجم على باراجواني، عرضيه عاليه تعدي ناحيه الشمال لفيريا طبعا، سيميلان عدى فتصويب والهدف جول.